دير راسك. انتما وليداتي. السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كتجلسوا مع الصحه؟ كما كتشوفوا اليوم راه الحد ودرنا خريجه حنا والعائله مجموعين في الشميشه. دابا حنا غادي للافران وغادي نمشيو ان شاء الله لارزكورو، ديك البلاصه فيها فيها القروده، ويشوفوا نشوفوا تما عاوتاني شنو كاين. والله يخطيكم علينا وشكرا لكم، والله الا وحشتكم بزاف بزاف يا اعز المشاهدين، وانتم معنا ان شاء الله تنمشيو. تحية لهم كاملين، حنا في إفران منذ تبارك الله. وبدات الهواء 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 بارد، هنا برد هنا في الفرش ان شاء الله. اييه مضربين؟ لا مضربين الغبال مضربين. علاش؟ ما يدخلش عليها الكسيبه والغلم والبقر. زوين تبارك الله، كلشي زوين. هذيك المشينا زوينه غزاله، هذيك المشينا غزاله. دابا تشوف الفيديو كي دايره، والله الا غزاله بالله وليداتي. ما نقول لكم شي، هذا الجرد البلاط، هذا الكريش. وهذا اللي كي قال البلاط، هذا كل شيء. هذا باش ما نقول الغابه تقام مقرى الغابه. الغابه تقام مقرى بنتي الغابه، راه هي اللي عاطينا الهواء، عاطينا الغابه غزاله بنتي الغابه. ما كاينش حل، واحد البرود. ايوا الحسنه، ايوا الحسنه اللي بغا الحسنه. لا والله الا غزاله، قال 5000 كيلو. ها؟ قال كيلو 5000 ريال. قال الزعتر؟ لا قال زعتر الحسن، قال ديال الرعيه. الزعتر ولا؟ اللي قال هو قال ديال الرعيه ما نعرفش. اجي اكرم شو الحسن. ايوا شو الحسن؟ دوك راه تما المعنى. علاش وقف من معنا؟ بالعكس لا ماشي مشكل. ثانية يلا عاودنا على الحسن كيفاش خديت؟ هاد الحسن خويا ديال الغابة. هاد الحسن ديال الغابة. الغابة عندنا جبوحة تنجبدو هاد البراكون نخرجوها نترزقو للوالدين. هادشي لا كاينة ديال الضغموس وديال الزعتر، جوج الأنواع. هادي ديال الضغموس، هادي ديال الزعتر. أنا ولدي راه جوج، ولكن الزعتر الوقت ديالو مازال واقيله شويه. دابا هادي ديال العام الاولى استاذ، هاد العام مازال العام اللي فات لا والو. فهاد السبت والحد تنخرجوا هاد البركه ولا في العطله. ما عرفتش الا عطله. الله يجيبك اودي، الله يجيب التيسير، الله يجيب التيسير. قلت لي هادي ب 5000 لترو، هادي ب 4000 كيلو. كيلو ما لترو وحدو كيلو وحدو. كاين اللي تيبغي كيلو، كاين اللي تيبغي لترو. دابا الناس راك عارف كي دايره. كل كيدي على قد حاله. الترفاس الوالد اللي بغيتي ما كاينش هنا في هذه المنطقه. لا ما كاينش هنا الترفاس. طريق الرباط. مازال ما كاينش. تيكون هنا وين مازال ما كاينش. شهر 4. شهر 4. شهر 4 تيكون موجود. طب والقنادل. تيكون هنا؟ تيكون في هذا الغباني. ياه. ها تنسحبوا غير في طريق الرباط. لا كاين هنا موجود. غير دابا في فاستوش. شكون اللي كيقلعوا؟ الغابه تيدلحوا الدراري تما تيجبدوا ذاك الشيء تيبيع هنا في الطريق. الزلميكا ديالو تيبان لك في الطريق غادي. لا بس مزال هنا الدنيا جلاله هذاك النهار تبدل. الله إلا مخير بالله. شوف تبارك الله. تبارك الله ما نظير ما بين بين زرو وبران. هذا ما بين بران والو. متابعين الاعزاء كما كتشوفوها انتم واحد المناظر خلابه تبارك الله ما بين منطقه افران وازرو. الطبيعه غزاله تبارك الله، واحد المناظر رائعه. مخيره. هذا البلاصه بدات تيقول لها منظر تيزي وغماري، ومن الفوق تيقول له قماش. قماش. بين ازرو وافران. متابعين الاعزاء كما كتشوفوا راه حنا ما بين ازرو وافران. حنا عند هذا السيد هذا اللي كيبيع هذا الحجر. شوف سبحان الله العظيم انتم المناظر كيفاش جايين. الحجر كل نوع والشكل ديالو. دابا راه كيديروا هذوك الفولات تاع الضو، هذو انواع والاشكال سبحان الله العظيم. هنا الافران عندنا ديال المكناس، المتابعين ديالنا الله يحفظهم ويسلمهم. تحيه لنا ديال المكناس، ربي يخليك الحال. تحيه لهم بالله العظيم. الله يخليكم انتم، الله يرحم انتي اختك انتي شاكر مشرفين انتي مشرفين انتي. دابا حنا وصلنا لبلاصه الفروده ازورو. الله العظيم انتم المشاهدين غادي نمشيوكم معنا ان شاء الله تشوفوا معنا شنو. واخا يلا انتم تبارك الله جينا لهذ الغابه. بغيتي تلقاو الفروده غير حدا حدا الطريق جنب الطريق. دابا دخلنا اليوم شي شحال ضربنا المسافه ديال الغابه. ضو اكرم شي شحال المسافه ضربنا خويا. اللي دخل راه يتلف تبارك الله. شوفي لنا شحال الناس غادي تيقلبوا على القروده. ما لقينا لا قروده شحال الناس يعني هو الحد والقروده تبارك الله. واقيلا شبعوا وهربوا نبقاو لا قروده. لا لا ولينا حنا هو القرود اللي جا دابا كيعطيهم الماكله. تا شبعوا تا
كلشي حتى راه كيدور عليهم غادي تيقلبوا. جيب جيب الماكله جيب الماكله ليه. عندك عندك هات 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 سبحان الله العظيم حرفاه ما بين ما هو يا وليدتي احنا شاركوا معنا احنا جينا هذا من تصميم تصميم هذا قصر قصر خيريات الامارات خيريات الاماريات خيريات الامارات مكتوبه فيه خيريات الامارات من تصميم من تصميم دخل هذا زرو دخل هذا زرو وليدتي يلا ان شاء الله قصر سبحان الله واعر دير شويه لاباس عليك دير بصحه هاتوا وليدتي خيريه اماراتيه خوتي الاعزاز هذه واحد الخيريه اماراتيه وتحيه للناس الامارات هذه بحال البراري تصورنهم بحال شوفي انت كي داير تبارك الله يا سيدي ربي هذا الشيء تقليدي تقليدي مازال هذا الشيء تبارك الله يا سيدي ربي الله يجازي حمق الخيريه الاماراتيه هذاك اللي صورنا لكم قبيله راه اوطيل اوطيل مع جنب الخيريه النيت زوينه تبارك الله هذا الشيء قصار تبارك الله واحد المناظر ما نقول لكمش السلام عليكم سلام عمتي الله انا وليد الزهر دابا السلام عليكم احنا وليداتي بودربالة تحية للناس ديال بودربالة احنا مع الزهر دريس الله يعمرها سلعة المسكين بكري ادريس ومن العائلة ديالنا الله يعمرها نقولها الله يرحمها الله يرحم واحمد المسكين الله يطولنا عمرك كان مسكين حريف راه المخير الله يجازيك بخير ما حال عنده المحل نقي تبارك الله واللحم جودة شو تبارك الله اللحم انا دايما جوج كيلو وليدتي ياه الله العظيم الى جوج الناس بودربالة عطاو جطات اللي يسول على دريس اللي يسول على دريس الله يعمرها سلعة راه عنده الجودة في اللحم تبارك الله راه كيذبح المليح إلا ما كانش المليح راه ما كيديرو البقري 80 درهم والكفتة 90 درهم شوف الحم ولا تبارك الله شوف تبارك الله شوف شوف الحم تبارك الله وليدتي نقول لكم كيف وخلاص انا والجودة ها هي كل شيء مزيان الله يعطيك هذا كل مليح الله يكون منك هذا وداك الشيء زين الله يعطيك الصبر الله يكون من عمركم يا ربي من ابو يجزيكم بخير يجزيكم بخيركم هذا هو المليح كاين الحم السهل الزادري ان شاء الله ربي ان شاء الله راه عنده داك الشيء الرب الله يدير لكم جديد ان شاء الله هنا كل شيء يكون عندكم جديد وان شاء الله الله يدخل علينا هذا رمضان بالصحه والسلامه ان شاء الله شي بغا يتقدى يجي عند خويا دريس واللحم تدي اللحم تدي طري اللحم طري الذبيحه الجمعه ماشي لحم قديم ولا حيت تاع اليوم جديده اه اليوم جبع انا ديما قول هاديك الله يجازيك ما عندي ما نقول ابو هاديك الله يعطيك المليح كاين الله يعطيك الله ابو هاديك الله يعطيك الجوده كاينه الله يعطيك الله يرحم ابو احمد الله يبارك الله يرحم ابو احمد ويسر عليه الرحمه الله يكثر هذا النهار هذا تحيه لخوته وسعيد وكل شيء تحيه لهم الله يجازيكم بخير هذاك ابو ولدي الله يكون شو وليدات اللي ما عرفش البلاصه حجي الطاكسي هاد الحاج اللي كيعمروا الحاج راه قبالتهم فاس الحانوت اللي ما عرفش يجي قبالت الطاكسي دخل الطاكسي هاد الحاج كيعمروا راه فاسق قبلتهم الحانوت ديال دريس تحيه ليكم قبلت المارشي